احنا اللي طلبناه على عكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعة الماضية هو ان الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم 10 يناير ان شاء الله انه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني. وبطبيعة الحال الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية كلها كيف كان في قطر وكيف كان في باقي الدول هو هي الخطوط الملكية المغربية. بالتالي اليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص باش الفريق الوطني يوصل لقسنطينة. احنا ما طلبناش من البلد المنظم باش يوفر لنا رحلة خاصة أو شيء من هذا القبيل، نطلبه ترخيصا لنزول طائرة على الخطوط الملكية المغربية إن شاء الله.